طيب، صباح الخير يا جماعة. بدي بس أعرج لكم على في الإكس جي بوستينج المرة الماضية، بس بدي أورجيكم شغلة. لو أنا عدلت في الباراميترز، أنا حطيتها بشكل إنه جربت كل الرينج تبع الليرنينج ريت. هي انه انا حطيت، انا عندي كل مرة بزود 5 من 1000، فبالتالي بيبقى عندي 5 من 1000، 1 من 10، 15، 20، 25 لغاية الواحد. هيك بكون جربت انا كل الرينج، لانه انا كنت انه انا بزود 1 من 1000 مش 5 من 1000 كل مرة، تمام. واخر اشي جربته تقريبا 12 او 13، فبالتالي كان المدى تبعه قصير جدا او ضيق جدا، فبالتالي انه انا وسعته جربت كل المدى عشان يكون الموضوع فير بالنسبة للباراميتر الثاني اللي هو النمبر اوف استيميتور. والرينج تبعه زي ما اتفقنا انه اقل حاجة 100 واقصى حاجة 1000، تمام. فنفس الاشي عملت نستد لوب بهذا الشكل وسجلت النتائج في داتا فريم، وهي البلوت تبعها عليكم السلام. هاي البلوت تبعها. طبعا البلوت هذا بيحكي بشكل واضح انه انا عندي هنا تحت الليرنينج ريت، تمام، والواي هو مين ابسوليوت ايرور، وهنا عندي اكثر من نمبر اوف استيميتورز. واضح جدا انه كل ما زاد الليرنينج ريت بيزداد انا عندي الايرور، فبالتالي انه زي ما حكينا انه بسبب انا عندي قفزات كتير كبيرة وممكن انه هو يسبب تذبذب، فبالتالي انه الليرنينج ريت المقدار تبعه في المنطقة هذه، تمام، انه واضح جدا انه انا عندي اقل ايرور. هذه المنطقة اللي هي تقريبا 1 من 10 اذا انا ما كنتش غلطان. طبعا هذا الاشي كيف ممكن انه احنا نجيبه؟ هنا بنجيب البيست ريزلت. انا عندي 15000 والسجل تبعها لما كان 400 النمبر اوف استيميتور والليرنينج ريت كان 1 من 10. هذه احسن نتيجة. واسوأ نتيجة كانت 26000 وكانت لما كان النمبر اوف استيميتور 100 والليرنينج ريت كان 1، عالي جدا، تمام. هذا بسبب انا عندي اندر فيتنج وانه هو بتعلم بسرعة، فبالتالي انه ادى انه انا عندي اسوأ نتيجة. طبعا الفيجواليزيشن هذا الهدف منه زي ما حكينا انه نشوف ايش اثر الباراميترز الليرنينج ريت والنمبر اوف استيميتور بهذا الشكل، تمام. فممكن مادام انه عندي افضل نتيجة انه موجودة في المنطقة هذه، فبروح بعمل بلوت لأول 100 في النتائج، تمام، عشان انا اوسع البلوت اكتر، تمام. انا حطيت السايز تبعه 30 في العرض، ممكن اوسعه اكتر من هيك، تمام، بس الافضل انه اخذ شريحة من هنا واعملها فيجواليزيشن بشكل افضل، فبالتالي انه هاي بيّن هنا في اول 100 كيف كانت النتائج. هاي النمبر اوف استيميتور، طبعا الالوان الداكنه كل ما كان ادكن اكثر بيكون النمبر اوف استيميتور اعلى، تمام. فهنا تقريبا عند 1 من 10، تمام، هو اللي حقق اقل ايرور، تمام. هذه بس انه اول 40. يفضل انه انت تعملي لها تونينج. هاي الكود تبعت الكتابة على النتائج، وانه تقدر تعمل سبمشن. حطيت لكم انا لينك على الجريد سيرش. الجريد سيرش شايفة هذا الكود؟ كومباينيشنز كتيرة، شايفة هذه اللوب كلها،
عشان نوجد نستد لوب، عشان نوجد البيست النمبر استيميتر والليرنينج ريت الاثنين سوا. تمام، فممكن نستخدم زي ما ورجيتكم هنا في اللينك تحت اللي هو الجريد سيرش، فبيؤدي انه الكود انا تبعي يكون مرتب اكتر وهو بيجيب لي البيست ريزلت. فهذا الكلام يعني حطيته في كيرنل منفصلة اسمها XG Boost Grid Search. فالكود جدا بسيط، طبعا هذا الكلام كله من الخطوات السابقة. هنا نيجي عند Parameter Tuning Using Grid Search، وبستخدم هنا نظام ال CV Cross Validation. تمام، طبعا هاي اللينك تبع الدوكيومنتيشن على السايكت. طبعا النمبر اوف استيميتر، طبعا هذه انا عملت لها كومنت لانه كنت في الاول بتاكد ان الكود شغال، حطيت بس يعني شويه باراميتر، ما كترتش الرينج تبعها 100 200 300 وهنا لغايه ال 25000. تمام، ولما تاكدت انه شغال علقتها وحطيت الرينج كامل من 100 ل 1000 ومن 5 من 1000 لغايه الواحد. تمام، شايف الكود، بس اكمل سطر. هذا اللي احنا كنا عاملينه في نستد لوب، فبالتالي انه بيسهل علي. فبالتالي بدي اعمل امبورت من اسكيلر موديل سيلكشن لجريد سيرش سي في كروس فاليديشن. تمام، ايش بدي له؟ طبعا بعرف اوبجكت منه جي سيرش، هاي اوبجكت من هذا الكلاس. بدي له الاستيميتور اللي هو عباره عن اسم الماشين ليرنينج كلاسيفاير اللي هو الاكس جي ريجريسور، والباراميترز اللي بده يعملها تونينج اللي هو حيعمل فيها سيرش. تمام، فبالتالي اسمها باراميتر جريد بتساوي باراميترز. الباراميترز هيها كيف عرفت على شكل ديكشنري، كي اللي هو اسم الباراميتر لازم يكون نفس اسم الباراميتر اللي انا بستخدمه جوات هذا الكلاس. تمام، وهي الفاليو تبعته اللي هو عبارة عن رينج ليست يعني. تمام، الباراميتر الثاني هاي اسمه زي هيك. تمام، وبسكر الديكشنري. وايش كمان بدي له السكورينج. طبعا هو عشان هو بدور على يعني بحاول انه هو يعمل اوبتمايزيشن للسكورينج المستخدم هنا دائما في السي في اللي هو نيجاتيف مين ابسوليوت ايرور. تمام، طبعا النمبر اوف جوبز بتساوي 4 عشان اسرع العمليه، والسي في حطيتها 3. بعديها بعمل فيت. تمام، بعديها في عندي اتريبيوتس هنا اسمها بيست باراميترز والبيست سكور. البيست باراميتر كان الليرنينج ريت لما كان 0.1 والنمبر اوف استيميتور 300. طبعا في شويه اختلاف في النتائج لانه انا هنا كنت بستخدم بدور على البيست باراميتر على كل الداتا سيت، لكن هنا بيستخدم كروس فاليديشن، هذه افضل. فبالتالي جاب 1 من 10 و300، هناك 1 من 10 و400، والسكور كان 16295. تمام، فبالتالي هدول البارامترز انا ممكن اني اجيبهم بالكود زي هيك. فبالتالي جي سيرش دوت بيست params underscore get، هذا عبارة هايو زي ما انت شايفة انه هي عبارة عن dictionary. بدي له الكي بيجيب لي الفاليو هايو 300 وهذه 1 من 10 للليرنينج ريت. فبالتالي الخطوة اللي بعدها انه انا بدي ابني موديل باستخدام البيست باراميتر. تمام، زي ما احنا عملنا هنا في هذا البوست. كيف؟ هذه أنا سجلت فيها النتائج، هلقيت يعني النتائج بدك تشوف إيش فيها في الديكشنري، بتكون موجودة على شكل هيستوري وبتروح بتعملها بلوت. يعني هنا مش حددنا إنه أفضل نتيجة إنه هنا في الإكس جي بوست باستخدام النستد لوب حددنا 401 من 10. الخطوة اللي بعديها عملت الفاينل موديل، بنيت
موديل باستخدام هذه الباراميتر 1/10 ب 400. وهنا نفس الاشي باستخدام الجريد سيرش حددنا انه هدول افضل باراميتر. رحت عرفت الفاينل موديل حطيت له نمبر اوف استيميتر وجبت الباراميتر بشكل اوتوماتيك. فبالتالي ما فيش داعي ان انا احطها هارد كودد، فبالتالي بتكون موجوده في الموديل زي هيك. جي سيرش بس باراميترز جيت لهاي وهاي جيت للثانيه، والنمبر اوف جوبز بتساوي 4. تمام، هاي عملنا فيت، وبعديها هاي البريدكشن، وعملنا كتابه للبريدكشنز على سي اس في فايل. الان بدي اشوف اقارن الطريقتين، طريقتين انه واحده بشكل يدوي عملتها نستد لوب، والثانيه استخدمت مكتبه الجريد سيرش في الاسكيلر. هذا كلام ممكن انه انت تشوفه هنا في النتائج في الكومبيتيشن. هاي انه انا في عندي سبميشن، ماي سبميشنز، هاي اكس جي بوست باستخدام الجريد سيرش قديش جاب 14889. اما باستخدام الاكس جي بوست وعملت نستد لوب 14900، هذه افضل. تمام، وزي ما حكينا انه باستخدام الجريد سيرش النتائج يعني طلعت انه كتير جيدة. تمام، انه لو انا شفت ترتيبي في السكور عند my submission لا مش انه انا بدي اجيب انه انا في التوب قديش. لا بيجيب لي الرانك بس مش التوب كذا في الكومبيت. هنا اعتقد في البروفايل، في التوب 8، في التوب 8%. فبالتالي انه احسن واحد كان جايب 11000 اتذكر، حسب ما بتذكر انه 11000. فبالتالي هنا لو شفنا افضل نتيجة في الليدر بورد كانت افضل نتيجة هي وجايب ايرور 11000، احنا 14000 يعني ها. تمام، فممكن انه احنا كل ما بنتعلم طرق جديدة بنرجع بنطبقها هنا، كل ما نتعلم طرق جديدة بنرجع بنطبقها هنا وبنشوف بتعلي الرانك تبعك. فبالتالي بطلب منك انه انت تعمل سبميشن باستخدام، تحاول تجرب النستد لوب تمام عشان توجد البيست باراميترز، وتحاول تستخدم الجريد سيرش عشان تجيب برضو البيست باراميتر، وتعمل سبميت باستخدام الاكس جي بوست. تمام، هاي كان بخصوص المره الماضيه انه انا رتبت الموضوع اكثر، وانه حبيت انه انا اقول لك اياه عشان تكون الامور واضحه بالنسبه لك بخصوص هاي الاشياء، انه يفضل انه انا استخدم كل الباراميتر كومباينيشن، استخدم كل الرينج، وانه هو لحاله في كود يعني انه إليجنت. يعني هذا الكود بيجيب لي البيست باراميتر 5 أو 4 اسطر بيجيب لي اياه. تمام، طيب نرجع لموضوعنا اللي هو الباندا. تمام، تقريبا خلصنا المرة الماضية الاكسرسايز الماضي انه انا تعلمت فيه كيف بدي اعمل كرييت. ببساطة هاي الشغلات المفروض انه هي تكون حاضرة في ذهنك، فبالتالي انه من كتر الاستخدام خلص يفترض انه تكون حاضرة في ذهنك. فكيف بدي انشئ داتا فريم بتساوي بي دي داتا فريم، هذا عبارة عن
بستدعي الكونستراكتور، ايش بدي له جوا ديكشنري، ايش الصيغه العامه تبعته، الكي والفاليو عباره عن ليست فاضيه او انه انا بعبيها بهذا الشكل. فبالتالي هذا العمود الاول، وهنا نفس الاشي راح يكون. بهذا الشكل. تمام. والسيريز بروح بنشئ لي اندكس لوحده، فبالتالي انه بتصير نفس الفكرة، بدل ما هذه داتا فريم بتصير سيريز، فبروح بنشئ لي اندكس لنفسه. هذه كذلك انه هو بنشئ له اندكس بشكل اوتوماتيك، او ممكن انه اعمل انا الاندكس بهذا الشكل. تمام. طبعا هذا الريد، انه احنا شفنا كيف بدنا نقرا من فايل، والكتابه هنا ريد سي اس في وهنا رايت تو، وبدي له الاكستنشن تبع الملف. هاي الشغلات اللي احنا تعلمناها المره الماضيه. الان بدنا ننتقل للاكسرسايز الثاني، بدنا نعمل اندكسنج وسيلكشن واساينينج. اندكسنج سيلكتنج اساينينج، تحس حالك انه انت بتتعامل في الباندا مع اس كيو ال. تمام. لانه انت ممكن تحدد عمود، او ممكن تحدد صف، او ممكن تحدد يعني سب داتا فريم، اللي هو عباره عن مجموعه من الاعمده ومجموعه من الصفوف، انه انت تحدد كونديشن معين. تمام. فخلينا نشوف الاكسرسايز هذا، ابدا اشتغل فيه الان. طيب انا ححاول انه انا احل معاكم الاكسرسايز ببطء، فبالتالي بصير في عندك فرصه انه انت تشوف معايا وتطبق. تمام. طبعا هذا السيت اب عباره عن قراءه لبيانات. تمام. وهنا هاي الهيد تبعها، ففي هنا عندي عده اتريبيوت. هنا الاندكس كولوم بتساوي زيرو، اول عمود هو عباره عن الاندكس، عندي الكانتري ديسكريبشن designation points price provenance region 1 region 2 test name الى اخره. طيب اول حاجه طالب مني انه بدي اعمل select لعمود، انه انا عندي عمود description بدي اعمل له select. فبالتالي ممكن اعمل له select بطريقتين، ما دام انه هو عباره عن ديكشنري بحط البراكتس زي هيك، وبحط اسم الكي اللي هو عباره عن اسم العمود، او ممكن ببساطه انه انا اعمل اسم الداتا سيت دوت اسم العمود، وهنا كيس سنسيتيف، خلي بالي انه كيس سنسيتيف، فبالتالي بيعمل لي سيلكشن لعمود. فبالتالي عشان اتاكد انه بالضبط هي عبارة عن داتا فريم، برضو الناتج عبارة عن داتا فريم، فممكن انه اجيب منها الهيد
بحطها تحت التشيك او فوق التشيك، مش ما بتفرقش كتير، عشان انه هاي جاب لي correct وهنا جاب لي هنا الانديسيز وهي جاب لي الديسكريبشن، فقط عمود الديسكريبشن. تمام، فبالتالي هاي النيم ديسكريبشن والتايب عباره عن اوبجكت لانه بتعمل معاه كسترينج. طيب بده اول ديسكريبشن، كيف ممكن نجيبه؟ ثلاث طرق. مش هذا جاب لي العمود، تمام، والعمود هاي زي ما انتم شايفين عبارة عن فيكتور ليست اري، فبالتالي بدي اجيب اول عنصر بحكي اوف زيرو، او بستخدم اللوك. اللوك دائما انا بستخدمها عشان بجيب صفوف، تمام. فهنا بحكي لوك الزيرو، اسم الداتا سيت اسم العمود دوت لوك زيرو، او انا عندي اي لوك برضه زيرو بتجيب لي نفس النتيجه. في فرق بين اللوك والاي لوك في الرينج حنشوفه بعد شويه، تمام. فعشان اتاكد انه جاب لي الديسكريبشن فممكن ان احطها هنا تحت التشيك، فهي الديسكريبشن. تمام، طيب بدنا نجيب اول صف في البيانات كلها. ممكن بيمشي الحال، يعني هنا ممكن انه انا اضيف لك اياها ككود هنا تحت وتقول له هنا ديسك اوف الزيرو، نفس الشيء. الاثنين نفس الشيء، انه هي بتجيب لك اللوكيشن. اللوكيشن ما بقصد فيها هنا صف، بيجيب لك انه اللوكيشن زيرو، بس هنا الفرق انه انا عندي في الرينج. هنا الرينج هذا بيبدا مثلا لو بدك تجيب 10 صفوف بتقول له هنا من 0 ل 9، اما هنا بتقول له لازم تقول له 0 ل 10 اعتقد. هلقيت حنشوف. طيب بده أول صف كامل، تمام، فممكن نعمل ريفيوز اي لوك أو لوك بتساوي أو اي لوك اوف الزيرو، فبالتالي إنه بتجيب لي إياها زي هيك. فجاب لي يعني هنا لما يعرض صف بالكامل فبروح بعرض إنه هاي كونتري إيطالي، هاي الديسكريبشن راح حط لي إياها زي هيك، وهنا نقط نقط نقط، وهنا نقط نقط نقط، معنى ذلك انه في اتريبيوتس ثانيه، وجاب لي اول تنتين واخر تنتين، وهنا في نقط في النص انه البقيه انه موجوده، تمام. فهنا حكى لي انه النيم بتساوي زيرو، اسم السجل الداب الاندكس تبعه طوله 13 في 13 عمود، والتايب تبعه هذا كله عباره عن اوبجكت. طيب بدنا نجيب اول 10 سجلات للديسكريبشن. دائما انت لما تعمل سلكشن لصفوف او لاعمده اللي بيرجع لك داتا فريم، فبالتالي بتقدر تطبق عليه كل العمليات تبعت الداتا فريم، تمام. فهنا ممكن اجيب اول 10 باستخدام طريقتين، يا اما اسم الداتا دوت اسم العمود دوت هيد، باي ديفولت بجيب لي 5، اذا بدي اكثر من هيك بحط الفاليو فهنا برجع لي 10، او بستخدم الاي لوك. ايش بدي له؟ تو باراميتر، هنا الرينج وهنا اسم العمود،
هادي او هادي يمشي معك. واضحة الشاشة؟ او اسم العمود قبل وبعدين ايش الرينج زي هيك. هادي اجيبها زي هيك. هادي بالضبط مو بيمشي الحال برضو. هاي طريقة ثالثة انه زي هيك فبالتالي انه هي عبارة عن بالضبط 0 to 9. incorrect من 0 to 10. نعم description.ilog. هذه جابها. هي يبقى في طريقة تانية هذه بالضبط. نعم نفس كلهم نفس الحلول نفس الاشي. فبالتالي هنا بعتقد صار واضح انت بالنسبة لإلك ايش الفرق بين اللوك والاي لوك. هنا حطينا انه من 0 to 9 في اللوك، اما في الاي لوك لا بدك تزود على الاندكس انه 1 انه من 0 to 10. تمام من 0 to 10 عفوا من 0 to 10. ما هو انت يعني خليتني اشك في نفسي. من 0 to 10 وهذه من 0 to 9. طيب حاجات ايش بده؟ بده سجلات معينة بإنديسيز معينة اللي هو 1, 2, 3, 5, 8. تمام؟ هدول بدنا نعملهم سيلكشن وبدنا نخزنهم في داتا فريم اسمه سامبل ريفيو. فبالتالي انه بعبارة أخرى الناتج عندك المفروض انه يطلع زي هيك 1, 2, 3, 5, 8. بورتغال US US Spain Germany. فبالتالي هنا بقدر انه في الاي لوك بديله ليست جوا وبديله الانديسيز اللي انا بدي اياه 1, 2, 3, 5, 8. بفحص تشيك وبشوف السامبل ريفيو يفترض انه تطلع معايا نفس النتيجة بالضبط. تمام؟ كيف؟ لا هيو احنا حددنا لما حملنا البيانات هنا انه اندكس كولوم بتساوي 0. هو ملوش اسم مالوش اسم بس احنا قلنا له انه خلي بالك هذا العمود اللي الاندكس تبعه 0 هو الاندكس. نعم يبقى في الاي لوك دائما بستخدم اندكس. تمام وبديله اياه على شكل سب ليست او لوك بيمشي الحال. طيب ايش طالب هنا؟ بده داتا فريم اسمه DF. ايش بيحتوي؟ هنا حدد اعمده وانديسيز اعتقد ولا ليبلز. انديسيز 0, 1, 10, و100. ايش بده؟ الكانتري والبروفنس وريجن 1 وريجن 2.
تمام. فهنا في اللوك ايش بديله؟ بديله الانديسيز وبعديها اسماء الاعمده اللي بده اياها. يبقى بديله تو ليستس اللي هي الانديسيز والاعمده اللي هو بده اياها. بعمل تشيك وهي شكل الداتا فريم زي ما هو طالب بالضبط. هنا انا اعتقد انه انا كنت حاططها بجرب شغله معينه، انه مثلا ايش بدي هذه، خليني اكتبها هنا كمارك داون، انه هنا get all records where country is Italy والكولومز ايش هي، هي هاي. تمام. فبالتالي بدي اعمل سيلكت لهذا العمود وهذا 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 وير كونتري از ايطالي. فبالتالي فعليا هي نفس الاس كيو ال بالضبط، فكانه انا بقول انه سيلكت الكولوم هذا وهذا وهذا وير الكونتري بتساوي ايطالي. فبالتالي هنا بستخدمها برضو باللوك. ايش هنا بحط؟ بحط الشرط. ايش هو الشرط؟ انه انا عندي يكون عمود معين بيساوي فاليو معينه. فبالتالي ريفيوز اسم الداتا فريم او داتا سيت دوت اسم العمود بتساوي ايطالي تمام وكوما، وهنا بحدد اسماء الاعمده. ففعليا لو بدنا نتحقق منها جاب لي فعليا هي كله ايطالي 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 06/13/22 هذا الهيد تمام، وهي الاعمده اللي هو بده اياه. يبقى هذا انه شغله اضافيه بس عشان نشوف انه هنا ايش كان طالب. طالب انديسيز معينه. طب لو خطر على بالك انه احنا بدنا السجلات بشرط معين، انه الفاليو تكون شغله معينه، انه مثلا انه يكون الريت اعلى من كذا، فبتحط الشرط هذا زي هيك انه اسم الداتا فريم دوت الكولوم اكبر من 10 او زي هيك يعني. طيب هنا طالب منه اعمل داتا فريم اسمه DF. ايش بيحتوي؟ على عمودين الكونتري والفاريتي تمام. لاول سجل هدول العمودين لاول 100 اول 100 سجل. فهنا بحكي لي انه انت ممكن تستخدم اللوك او الاي لوك تمام. فهو بيحكي لي هنا الاي لوك بتستخدم البايثون اس تي دي ليب في الاندكسينج تمام. فبالتالي 0 ل 9 هي عباره عن الانتريز، 0 ل 10 هي عباره عن الانتريز من 0 ل 9. اما اللوك تمام تحتوي على الانديسيز هدول اكسكلوسيف انكلوسيفلي، بمعنى انه لما احكي له في اللوك 0 ل 10 بيرجع لي فعلا 0 ل 10 تمام. هذا الفرق انه احنا اوريدي حكينا. فبالتالي هنا لو هذه بدي اعملها باللوك ايش بكون الرينج؟ 0 ل 99 هذا اول 100 سجل لهدول العمودين. لو بدي استخدمها بالاي لوك ايش حتكون؟ من 0 ل 100 نعم.
كيف؟ انه زي هيك بتصير انه خليني اعملها في كود تاني وبنقول له هنا df بتساوي اسمها reviews وهنا اسماء الاعمدة اللي هو country جوا sub list country والتانية ايش؟ IET وهنا هنا بتصير من 0 to 100 وهنا بنحط df هيك عشان يظهرها فقط. فبالتالي هيو 100 روز في 2 كولومز. نعم. بالضبط. هيك جبت الكولوم بعدين من الكولومز هدول جيب لي صفوف معينة. حتى الايش؟ اللي هي تبعت انه هنا بحط الشرط وهنا بحط الصفوف. نعم. لا 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 هذا مش هذا سؤال انا حطيته من عندي يعني انا كنت بجرب زي هيك انه بدوش انه 4 أعمدة بده كل السجلات للاعمده هدول لما تكون الكانتري ايطالي فبالتالي البلدان الثانيه ما بدوش اياها فبالتالي انه هاي كله ايطالي وبده يجيب هدول الاعمده هنا اظهرنا فقط اول 5 عشان انت تشوف شكل النتيجه لكن هذه هي عباره عن كل السجلات اللي الكانتري فيها بتساوي ايطالي الاعمده مختاره لو هذا شلته بجيب لي كل الداتا سيت اي ممكن تعملها هنا في كود وتقول له زي هيك وهذا بتشيله فبالتالي هنا حتى اعتقد انه بدون اللوك بجيب لك اياها يبقى هذه عبارة عن كل السجلات من الريفيوز اللي لما تكون يعني زي كأنه بتقول له select star from data where country بتساوي Italy بس لا 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 هذا فيش فيه check هذا من عندي أنا مش من ضمن الأسئلة ايش اسم هالمكتبة؟ هيك SQL زي هيك هي هذه هاي الانستوليشن يعني هنا انه انا بصير بكتب الكويري مباشرة طيب هجيت اسم الداتا سيت هذه فبالتالي هنا ممكن ناخذ هاي موجودة
كيف بدي اربطه في الداتا سيت هاي اللي عندنا؟ لا هذه السيلكشن، انا كيف بدي اربطه بالداتا سيت هاي اللي احنا اصلا؟ فهنا هنا كيو عباره عن ايش؟ لامدا كيو جلوبالز. هذه ميتس، تمام، لود ميت، اوكي، فروم ميت، اوكي. ف اوكي زي هيك. يبقى هنا بنقول له select star from reviews where country بتساوي كيف؟ مالها؟ لازم نضلها ايش؟ هذه لازم احطها كوتيشن. طب اوكي خلينا بدون الوير نشوف انه شغال اول ولا لا. select star from reviews مش عارف ايش. is not defined. يبقى هنا هذه بدنا نحط الجملة هاي. طول شوي، باخذ وقت اطول من ال طيب نحط كويري تاني، نحط فيه الوير. لقيت الوير، كيف التعامل مع الكوتيشن؟ وير كان تري بتساوي، انا شاكك انه اوكي مفروض تكون هيك مزبوط ايطالي. تمام، تاخذ وقت اطول يعني. incorrect لانه طريقه التشيك تبعه انه هو بيجيب as a reference. يعني هنا يعني على سبيل المثال هنا سؤال فيه تشيك انه انت خزنت هذا في الدي اف، تمام، فكيو 6.check بروح بفحص الريفرنس تبع هذه انه بيحتوي على عدد السجلات، انه هو داتا فريم وبيحتوي على عدد السجلات المطلوبه. فلقيت هذه ايش بترجع؟ بترجع داتا فريم ولا ايش بالضبط؟ فممكن انه انت تشوفها زي هيك. داتا فريم. بالمناسبة هذه learning tools هي عبارة عن مكتبة open source، هاي موجودة على الجيت هاب وبعملوا لها ابديت باستمرار. اللي بيعملوها عشان تفحص الاكسرسايزز تبعت الكاجل، فبالتالي انه هاي النوت بوكس وانه بفحص انه الاجابة المفروض تكون يعني زي هيك. فممكن انه انت لو بدك تنزلها المكتبة هذه بتنزلها، ممكن تطلع على تفاصيلها. لقيت كيف آلية التشيك؟ مش عارف، ما طلعتش على تفاصيل كتير يعني، عملت براوز للكود بشكل سريع بس ما شفتش انه كيف انه بفحص، هل بفحص بريفرنس، هل بفحص انه كسينتاكس ككود، مش عارف بالضبط. احنا وصلنا لسبعة صح؟ في سبعة ايش طالب؟ خلينا سبعة برضو، ثمانية.
8 ايش بده؟ بده داتا فريم اسمه ايطاليان واينز، بيحتوي على الريفيو للواين في ايطالي. فبالتالي انه بده كل السجلات اللي فيها الكونتري بتساوي ايطالي، بتصير انه هيو بهذا الشكل ايطاليان واين بتساوي ريفيوز اسم الداتا بالضبط. بس هذاك انه ضفنا فيه انه كان فيه كولومز. نعم هنا 9 بده التوب واينز اللي بيحتوي على اتليست 95 بوينت اوت اوف 100، وحدد البلدان استراليا ونيوزيلاند. فهنا ممكن هذه بالمناسبة يتم تبسيطها اكثر من هيك يعني، ف عبارة عن reviews.log. هنا بدنا نجيب سجلات، ايش بدنا نحدد؟ انه الكونتري reviews.country is in، انه بفحص انه يكون ضمن هدول التنتين. تمام، وفي عندي شرط ثاني and reviews.points اكبر من او تساوي 95. كيف؟ ليش ايش؟ لانه بدنا نجيب سجلات. يعني انت بدك تجيبهم زي هيك نفس اللي فوق بس بالضبط. نفس الفكره. هذه بتسهل عليك انه انت بدل ما تحط انه reviews.country بتساوي استراليا and or reviews.country بتساوي نيوزيلاند، فبتسهل عليك انه زي هيك. تمام، فبالتالي الاندكسينج والسيلكتينج هذه من اهم الاشياء اللي انت ممكن انه انت تحتاجها في التعامل مع في بالمناسبه في عندكم في في شيت للباندا. يعني هنا الأول بيبدأ إنه أنت عندك الإندكس 1 2 3 والأعمدة A B C وهي الفاليوز، فكيف ممكن إنه تنشئ شغلة إنه تكون شكل البيانات زي هيك؟ فهي اسم العمود الأول، هي الفاليوز تبعته as a list، هذا طبعا كله في ديكشنري جوات ديكشنري. تمام، العمود الثاني الفاليوز، العمود الثالث الفاليوز، والإندكس بتساوي 1 2 3. تمام، طبعا لو ما حطيتوش هو باي ديفولت بحط اندكس من عنده بيبدأ من 0 1 2 وهكذا. اذا بورجيني كيف بدي اتعامل مع مالتيبل اندكس. طبعا هنا
summarizing data. هذه كتير مستخدمة إنه إحنا نعمل count أو value count. فبيجيب لي إنه قديش يعني مثلاً إنه هذا العمود تبع ال country. مش في عنا مجموعة من ال يعني ال countries قديش عددهم. فبالتالي ممكن أنا أعدهم بالطريقة هذه. فبالتالي اسم الداتا بحدد العمود value counts بيجيب لي انه هدول مثلا 20 country او 30 او 40. تمام. هنا كذلك بيجيب لي number of unique values. describe مرت علينا قبل هيك. ممكن نجري العمليات هذه السم والكاونت ميديان كوانتايلز ابلاي بطبق فانكشن معينه المين والماكس والمين والفاريانس والستاندرد ديفيشن. عندي الجروب باي مثل الاس كيو ال بالضبط. ممكن اعمل جروب باي باستخدام يعني كولوم معين او ليفل معين او ممكن اعرف اجريجيشن فانكشن خاصه فيا انا. طبعا انشاء عمود جديد مثل الديكشنري بالضبط. تمام. انه بعمل اسم الداتا اسم العمود الجديد. فبالتالي انه بروح بنشئ لي اياه زي هيك وبحط فيه الفاليو. طبعا هنا الماكس والمين بديله الاكسس. هنا بجيب لي الماكس على مستوى العمود. الاكسس بتساوي واحد لو كانت زيرو على مستوى الصف زي هيك. طبعا البلوتينج احنا اخذنا البلوتينج بالسي بورد بس هنا كذلك ممكن اعمل بلوت نفس الفكره بالضبط. يعني السكاتر دائما بديله اكس وواي يبقى خلص الداتا معروفه بالنسبه لإله. تمام. بعمل سكاتر بلوت. الاكس هي عباره عن عمود والواي عمود ثاني. هذا الهيستوغرام طبعا هذه الكونكاتينيشن. لو في انا عندي تو داتا فريمز ممكن اعملهم كونكات مع بعض بيطلع النتيجه بحطهم تحت بعض. ممكن اعمل كونكات واعمل الاكسس بتساوي واحد فبروح بحطهم جنب بعض انه بدمجهم انه يعني هدول اعمده مختلفه عن هدول. فبالتالي هذه فيها عمودين هنا فيها ثلاث اعمده انه بحطها زي هيك. اما الكونكات بدون اكسس هو بيعتبر انه هما نفس الاعمدة فبالتالي انه بحطهم تحت بعض بعملهم ميرج في داتا فريم واحد. طبعا هذه الدوال المتعلقة بالسورت. هذه كيف انه ناخد سبست هنا انه بناء على عمود معين انه الفاليو تكون اكبر من كذا. هذه انه زي الوير بالضبط. احنا اخذنا قبل هيك دروب ان اي ودروب لعمود معين. هنا في عندي دروب دوبليكيت فبالتالي انه لو في دوبليكيت ريكوردز وخاصه هذه بتنتج قد تنتج من الميرج انه انا ادمج اكثر من داتا فريم فبكون عندي سجلات مكرره فبالتالي بعملها دروب بهي الطريقه. الهيد والتيل مرت علينا سابقا. هنا السامبل بروح باخذ لي عينه. تمام. يعني هنا 50% من البيانات randomly selected. تمام. هنا 10 صفوف. تمام. هذا الاي لوك احنا اخذناه قبل هيك. هنا بختار التوب ان انتريز حسب فاليو معينه.
is null not null is in زي اللي احنا شفناها قبل شوية. التعامل مع الميسنج في عندي طريقتين اللي هو drop an a وfill an a بحط value. تمام، drop an a بيروح بس بيشيل السجلات او الاعمدة حسب اذا انا شو بحدد له الاكسس. اما الfill an a وين ما في انا عندي not available او missing value بروح بعبيها بvalue انا بدي له اياها. طيب نيجي للكومباين. الكومباين هو عبارة عن الجوين في الـ SQL، والدالة تبعتها في الباندا اسمها ميرج، ونفس هديك بالضبط. في عندي ليفت ورايت وانر جوين واوتر جوين، نفس الـ SQL بالضبط. يبقى هنا انا عندي A data frame و B data frame، هذه فيها X1 و X2، هذه X1 و X3، طبعا الكومن بيناتهم X1 زي ممكن تعتبرها زي الفورين كي وبرايمري كي. تمام، فبالتالي هنا في الميرج ولو اخترت انه ليفت ايش بروح باخذ؟ باخذ X1 و X2 و X3. تمام، يعني على سبيل المثال انا عندي هنا A 1 B 2 C 3، هنا A T B فيش عندي C، فبالتالي هنا C بروح بحط انه قبالها في الاكس 3 نان لانه انا عندي ليفت، فبالتالي لانه هو بعمل ليفت لانه بعمل جوين من ال B داتا فريم لل A داتا فريم. هاي انا حطيت له A داتا فريم B داتا فريم واخترت ليفت، فبالتالي من ال B داتا فريم لل A data frame. الرايت بيعمل العكس. تمام، الانر جوين كل السجلات اللي ملهاش قيم مقابلة إلها في الجدول الثاني بروح بطيرها. تمام، فبالتالي هذه اللي نان وهنا نان فبالضبط بشيلها. الاوتر اللي هو عبارة عن ليفت ورايت سواء زي الاس كيو ال بالضبط. طبعا هاي الحالة بتواجهها في الكومبيتيشنز انه انت بتكون عندك البيانات موجودة في اكتر من سي اس في فايل، والبيانات هذه قبل ما انت تطبق عليها الماشين ليرنينج موديل بدك تعملها ميرج، فبدك تشوف كيف بدك تتعامل مع الميرج، تتعامل مع انر ولا اوتر ولا ليفت ولا رايت حسب اللي انت بدك اياها. بدك تتعامل معها ليفت او رايت ساعتها بدك تتعامل بدك تضطر تتعامل معها كميسنج فاليو وتعملها هاندل از ا ميسنج فاليو. اما اذا عندك البيانات كثيره تمام وبدك بس البيانات انه اللي في لها فاليو مقابله فبتروح تختار انر حسب طبيعه البيانات. فبالتالي هاي حتحتاجوها كثير لما يكون في عندك في الداتا سيت اللي انت بتتعامل معها اكثر من سي اس في فايل. والكلاينت عادة ممكن يدي لك اكسس على الداتابيز ويقول لك خد روح جيب البيانات بنفسك، فبالتالي البيانات موجودة في عدة جداول فبدك تضطر تعملها جوين وتتعامل معها بنفس هاي الطريقة. تمام، هاي التشيت شيت يعني انه بشكل عام انه فعليا الباندا كتير مرنة وكتير سهل للتعامل معها بالرجوع الى الشيت اذا انت نسيت اشي. تمام، فخليني اعمل هاي كوميت بالاضافات اللي احنا ضفناها.
ونروح على الاكسرسايز اللي بعده. بيحكي عن السمري والفانكشن والفانكشنز والماب والمابس ورك بوك. طبعا هنا حطيت لي ريفرنس يعني اول summary function describe مرت علينا سابقا. ممكن هنا اعمل describe برضو لعمود محدد مش لكل الداتا، فبكتب اسم الداتا اسم العمود describe، فبروح بشرح لي بالتفصيل اكم في unique value او قديش الكاونت تبعه، اكم unique value التوب والفريكوانسي بهذا الشكل، فبديني تفصيل اكتر على عمود معين. المين لعمود معين بتجيب لي المتوسط، اليونيك بتجيب لي لستة من اليونيك فاليو اللي موجودة هناك، الفاليو كاونت بروح بجيب لي اياهم كل يعني هنا يعني مثلا على سبيل المثال انه يعني زي ما شفنا الكونتري ايطالي نيوزيلاند استراليا، ايطالي كم موجودة مرة، فبروح بحط لي اياها بحط قبالها كاونت لكل واحدة تمام. فزي هيك، فبالتالي هنا للتيستر نيم هذا كم مره عمل تيست، عمل 2000 او 25,514 مره، مايكل 15,000 وهكذا. طيب الماب، وفي الماب هنا بدنا نرجع مرجوعنا لللمضه، وزي ما حكينا انه اللمضه هي عباره عن انونيموس فانكشن تمام، انه انا بستدعيها يعني انه ان لاين، بحيث انه يعني على سبيل المثال افترض انه احنا بدنا نعمل ريمين، انه احنا نعيد حساب المتوسط للسكور تبع الواين اللي وصلت للزيرو، فبالتالي انه انا جبت المين زي هيك، يبقى ريفيوز دوت بوينتس دوت مين، هاي خزنته في هذا الفاريبل، وبعديها بدنا نعمل ماب انه كل فاليو موجوده في البوينتس ايش بدنا نطبق عليها، بدنا نطبق عليها الداله هذه. ايش هي هذه الداله؟ لامدا بي، هذه القيمه اللي راح ترجع عفوا هذه القيمه اللي راح نمررها تمام. ايش راح يسوي؟ راح يعمل بي ماينس المين، معنى ذلك انه هو بروح بحسب بالضبط قديش الفرق بينها وبين المتوسط. الايش اللي هي ايش هذيك الماب البلت ان فانكشن، بس هذه من جوات الباندا، من جوا يعني عمود داتا عمود دوت ماب. بدون لامدا بزبط؟ كيف؟ بس البرايس ما بتسلمين. يعني هنا بحط انه ريفيوز دوت بوينتس ماينس المين؟ ريفيوز برايس ماينس ريفيوز برايس المين. فيش برايس، انت بتقصد بوينتس. رحت على الوصي المطلوب بداية، الوصي ولا؟ لا لا، أنا لسه في التوتوريال. أنا لسه في التوتوريال، يعني هنا في عندك في البداية في الانترودكشن في لينك تمام؟ أنا عمالي براجع فيه، إنه أنا بعطي لك فكرة عن كل الدوال اللي أنت بتحتاجها زي الديسكرايب والهذا، لسه ما دخلتش هنا جوا تمام؟ فهنا ديسكرايب حكينا عنها، ديسكرايب لعمود معين، المين، وهنا الماب كيف انه انت تستخدمها. كم
اجيت انت اخذت المتوسط لكل البوينتس وخزنته في هذا المتغير. صحيح، بلف على كل فاليو في العمود هذا على كل بوينت وبروح بطرحها من المين. بالضبط. هاجيت الابلاي نفس الفكره. شو ايش بتاخذ؟ يعني هنا بدي له اسم داله، يعني هنا هذا اول باراميتر هو عباره عن اسم داله. تمام؟ وهنا انا بحكي له انه اعمل لي طبق لي هذا الكلام على الكولومز. ايش بدي له؟ بدي له سجل. تمام؟ فبروح بياخد رو دوت بوينتس بتساوي رو دوت بوينت ماينس ريفيو بوينتس مين ورجع لي الروها. فبالتالي انه هي داله الابلاي برضه بتغير انا عندي في البيانات بنفس الطريقه. طبعا هذه الشغلات انا ممكن استخدمها، عفوا تفضل، هاي الشغلات وين بستخدمها؟ لما بدي اعمل مثلا على سبيل المثال فيتشر انجينيرينج، يعني على سبيل المثال في عندي داتا سيت للاوتيلات من الاير بي ان بي على سبيل المثال، فبالتالي مكتوبا عندي تاريخ الحجز، تاريخ الحجز انا عندي 23/4/2019. تمام؟ فالتاريخ هذا انه السبيسيفيك ديت بديش انا اتعامل معاه بهذه الطريقه، بديش انا 23/4، بدي انه احوله ل انه ابريل، فممكن استخدم داله الابلاي. او ممكن اغير هاي الشغله انه انا اعملها سيزون، اعمل عمود جديد انه ما دام انه هو في ابريل معنى ذلك انه هو في شهر الربيع، الحجز هذا في شهر الربيع، فبالتالي بلزمني اعرف داله زي هيك بتاخد رو تجري عليه عمليات وبعمل ابلاي على هذا الداتا سيت. فالفيتشر انجينيرينج انه انا لانه حاخد الداتا رو يعني محتاجه بري بروسيسنج كثير. امبيوتيشن انا بحكيش على ميسنج فاليوز، انا بحكي انه انا بدي اعمل ترانسفورميشن انه مثلا الاشهر بدي احولها لسيزون، يعني فصل ربيع خريف صيف، انه بدي اشوف الحجز هذا، انه انا بدي اساعد الماشين ليرنينج الجوريثم انه يتعرف على باترن معين زي هيك. فبالتالي انه بلزمني انه نعمل عمليات او تحويلات انه زي هيك. يعني كذلك مثلا بدي احسب اذا على سبيل المثال فرضا انه بدي احسب انه الحجز هذا في اول الشهر ولا في اخر الشهر، فبالتالي بحتاج انه احسب الديفرنس بين التاريخ تبع الحجز وانه اشوف قديش من بدايه الشهر او في نهايه الشهر عشان اضيف عمود اضافي، يعني لانه اذا كانت المعلومه هذه مهمه بالنسبه لي. نفس الكلام اللي حكيته يا دكتور هنا انه انت ممكن تطبقه بشكل مباشر انه الريفيو دوت بوينتس ماينس ريفيو بوينتس مين، لانه احنا جبنا المين زي هيك فممكن انه احنا نطبقها بشكل مباشر، فبتروح بترجع لي اياه انه از مين هنا عمل لي كونكاتينيشن بين عمودين كونتري مع ريجون، فبالتالي هنا بتصير فرانس ألزاس. تمام؟ فبالتالي انه بصير كونكاتينيشن بين الكونتري والريجون بهذا الشكل. فهي الاشياء اللي فعليا ممكن نستخدمها في السمري والماب فانكشن، وممكن انه انت تحتاجها هنا في حل الاكسرسايز هذا. تمام؟ فبالتالي هاي اللينك ممكن تستخدمه كمرجع في البداية، هذا اللينك. تمام؟ وتحاول انه انت تحل الاكسرسايز.
تحت في الآخر. وين الحكي اللي بخصوص الويت؟ الويت نعم هذا موضوع مختلف شوية. يعني هل جيت هنا الفكرة زميلتكم تسأل انه هنا انه طالب في الاكسرسايز انه نعمل سنترينج للبرايس. سنترت برايس هو عبارة عن البرايس ناقص المتوسط ناقص المين، فبالتالي الناتج تبعه ممكن يكون بالبلس وبالماينس. طبعا هاي العملية انه بحكي انه هي عبارة عن common transformation او common هدرة transformation common pre-processing قبل ما اطبق الماشين learning algorithms، لانه هو فعليا لما انه انا عندي كل value اطرحها من المتوسط تمام، ففعليا انا بشوف قديش انه القيمه هذه بعيده عن المتوسط سواء كانت بالموجب او بالسالب. حكيت اذا هي كانت قريبه من المتوسط معنى ذلك انه بتقترب من الصفر تمام، يعني انه زيها زي اغلب البيانات. لكن اذا كانت انه شويه منحرفه عن المتوسط فبالتالي القيمه هذه انه بتكبر، فبالتالي بتكون معلومه ممكن تكون افيد اكثر بكثير بانه احط البرايس هيك لوحده. هذه شغلة. الشغلة الثانية انه في عندي pre-processing ثاني اللي هو normalization. normalization الفكرة تبعته انه يعني هنا انه احنا بدنا نديله معلومات اضافية هنا في لما عمل center price، انه بدل ما نديله البرايس بديله معلومات اضافية انه قديش البرايس هذا بعيد عن المتوسط، فبالتالي ممكن يكون افيد للماشين ليرنينج. هذا هو الغرض. اما النورماليزيشن الفكره تبعتها انه انا في عندي اتريبيوتس مختلفه، السنترينج بطبقه على نفس الاتريبيوت، اما النورماليزيشن بطبقه على اتريبيوتس مختلفه. هجد الاتريبيوتس المختلفه هذا الرينج تبعها مختلف تماما. يعني على سبيل المثال انه احنا شفنا قبل هيك الكاندي داتا سيت وشوفنا انا في عندي في بعض الاحيان انه في عندي الشوجر وفي عندي اتريبيوت ثاني اللي هو قديش البرايس. الشوجر عاده احنا بنقيسه بالملي جرام، فبالتالي انا عندي ممكن يكون هذه فيها 300 ملي جرام او واحدة فيها 20 جرام. فالرينجز تبعته انه انا بدي اعتبر انه المين 0 والماكس مثلا 300 ملي جرام، لو بدي اعتبر انه هي بالملي جرام كمان انه بس كفاليو 300 تمام. اما البرايس ممكن تكون انه انا في عندي بوينت 10 10 سنت او نص او اثنين او واحد او اثنين، بدي اقول لغاية الخمسة. يعني اكتر شوكولاتة ممكن تكون بخمسة دولار او ممكن يكون في اكتر اغلى من هيك بكتير لغاية خلينا نقول العشرين. هذه كرينج لو اطلعت عليها انه المين بوينت واحد والماكس عشرين وهنا المين زيرو والماكس اربعمية، هنا الفاليوز انه مش من نفس السكيل. فهدف النورماليزيشن انه نعمل سكيلينج للبيانات انه هذا احوله لرينج 0.1 وهذا 0.1. هذه البيانات هذا النورماليزيشن اجى عندنا
normalization اسمه. اجى عندنا في الكاندي داتا سيت اجى عندنا جاهز، فكنا نشوف حتى البرايس الفراكشن تبعه كنا نشوفه انه هو كنسبه مئويه كرقم عشري، والشوجر كذلك، وكل هاي الاشياء انه كانت كارقام عشريه. فهاي الشغله اسمها normalization. وزي ما يعني برجع بكرر لك مره ثانيه، الداتا سيت اللي انت حتاخدها من الكلاينت دائما رو داتا، فبتحتاج انه انت تجري عليها هاي العمليات. تمام بالضبط. ليش؟ لانه انت بتكاش تدي الشوجر هذا الاتريبيوت ياخد ويت اكتر من البرايس في مثلا النيورال نتوركس، فخلص بتديهم نفس السكيل وبتخلي المشين انه هي تتعلم لوحدها انه تدي لهذا اهمية ولا لهذا اهمية اكتر، انه تزود او تنقص الويت. لكن كانبوت كفاليو لو انا اديت هذا انه الرينج تبعه اكتر بكتير، لا حيكون انا عندي الابديت في الايرور بيفرق. يعني على سبيل المثال هنا الفرق لما يكون مثلا واحد غير عن لما يكون عشرة، لانه اصلا كل الرينج اصلا في الايرور كل الرينج انا عندي الماكسيموم 20. طب هنا لما يكون الفرق واحد او عشرة مش كتير فرق بالنسبة لل 400. وهذا الكلام انه نقدر انه احنا نلمسه في الهاوس برايسنج داتا سيت. احنا حكينا انه افضل نتيجة قديش كانت لغاية الان، جابوها الكاجلرز 11000. لقيت 11000 هذه كويسة ولا مش كويسة؟ بدك تسأل اول قديش رينج اسعار البيوت. تجيش انت تطلع هنا انه احنا رينج اسعار البيوت انه انت عندك خلينا نقول انه ادنى حاجة بيبدأ من 25-30 وبدك تطلع لغاية 100,000-200,000، لكن هناك العقارات عندهم غالية جدا، فبالتالي ادنى عقار ممكن يكون سعره 100,000. فبالتالي الفرق 11,000 كتير جيد، كتير جيد انه لما انت تقول انه انت تنبأت بسعر البيت بلس ماينس 10,000 كتير الموديل انه هذا جيد. فعشان هيك انه انا بحكي لك انه الفرق هنا في الايرور انه بفرق كتير، 10 بالنسبة ل 400 ولا 10 بالنسبة ل 20 كايرور. فهذا الفرق في الايرور بتكاش انه يخرب عليك في النيورال نتورك في الانبوت كاتريبيوت. فعشان هيك انه افضل حاجة انه انت تعمل له نورماليزيشن. وافضل طريقة للنورماليزيشن اللي هي المين ماكس نورماليزيشن، او حتى بيسموه زي نورماليزيشن، زي نور. تمام. فهذه انه العمليات من ضمن الفيتشر انجينيرينج اللي انا كنت احكي عنها، انه لا انا بدي ادي له معلومه اضافيه مفيده اكثر. يعني تكمله لجواب سؤالك، انه بدل ما ادي له البرايس فقط فبصير انه بدي له قديش انه هذه بعيده عن المتوسط، فبالتالي انه يعني معلومتين انكلودد في رقم واحد. كذلك المثال اللي انا ذكرته بخصوص اللي هو الحجوزات في الاوتيلات او في الطيران، فانت ممكن تحولها لسيزون بحيث انه انت تدي للماشين ليرنينج الجوريثم معلومات اضافيه اكثر. طيب نمر على الاكسرسايز بشكل سريع. انتوا اكيد خلصتوا حله، فلسه وين واصلين؟ في ستة. ستة سبعة. اوكي. طيب ممكن نمر عليه بشكل سريع مع بعض. طبعا اول حاجة بده المين، فبالتالي هنا اسم الداتا سيت اسم العمود دوت مي بده الميديان عفوا، فانه ميديان. طبعا هو حطت لي هنا رابط للسمري انه ممكن انه انت ترجع له. بعديها طالب اليونيك فاليو للكانتري، فبالتالي ريفيوز اوف الكانتري يونيك فبيجيب لي اياهم. فهذه خليني انه انا اشغل هنا عشان نشوف النتيجة. فبالتالي الميديان تبع البوينتس 88. الميديان غير المين. الميديان اللي هي
الوسيط. ممكن انا اوصل الكولومز بتاعتهم عن طريق الدوت نوتيشن صح؟ الدوت ايش؟ الدوت نوتيشن ريفيوز دوت بوينتس. نفس الفكره نفس هذا، ممكن انه ارجع احله ثاني. نعم. فهنا بدها تصير كيف؟ 87. لماذا؟ حكى لي كوركت؟ طيب الآن إيش طالب؟ إيش هي الكونتريز الريبريزنتد أنا عندي في الداتا سيت؟ فممكن ألاقي إيطالي، إيطالي مكررة كتير، أستراليا، أنا بديش إياهم زي هيك، أنا بدي اليونيك فاليو تبعتهم. فبالتالي عندي الدالة هذه بترجع لي اليونيك فاليو تبعت الكونتري بدون دوبليكيتس، فبالتالي إنه ما فيش داعي إنه أنا أستعيد دوبليكيتس، فبالتالي إنه هاي بتجيب لي إياهم هاي الكونتري. طيب هجيت بدنا نشوف الايطالي كم مره مكرره، برتغال، يو اس، سبين، فرانس، جرماني، فممكن نستدعي الفاليو كاونت. الفاليو كاونتس حليتوها انتوا اكيد، فبالتالي بروح بيجيب لي الكونتري، كل كونتري. اكثر كونتري قديش طلعت معاكم؟ مين هي؟ اليو اس. بعديها نعم بعديها رقم 4 سنترد برايس، ممكن اطبقها بشكل مباشر انه سنترد برايس احنا خزناها في فاريبل كداتا فريم بيساوي الريفيوز دوت برايس ماينس الريفيو برايس مين، فبالتالي فيكتور ماينس فاليو، فالنتيجة بتطلع عبارة عن فيكتور بخزن لي اياه في هذا المتغير. فممكن نشوف الفاليو تبعته هنا، حطيته في 5. ايش كان طالب؟ البيست بارجين هو عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن الهايست بوينت تو برايس ريشيو. انت لما تقيم انه افضل شغلة هي عبارة عن ايش؟ اللي لها اعلى ريفيو واقل سعر، اعلى ريفيو واقل سعر. فبالتالي عشان هيك احنا بدنا نجيب ريشيو بين البوينتس والبرايس، فبالتالي هي عبارة عن حاصل تقسيم البوينتس على البرايس. طبعا هذا الكلام احنا بدنا نجيب الاندكس تبعه. كيف بدنا نجيب الاندكس تبعه؟ بالاي دي اكس ماكس. تمام. فهي بدنا نجيب التايتل تبع البارجين هذا، فبالتالي مجرد انه انا بعمل لوك بدي له الاندكس وبدي عمود التايتل بيجيب لي اياه. ايش بيطلع؟ كاليفورنيا. عمود جديد كاليفورنيا. في واحد تاني برضه. ايش هي؟ الاندكس تبع كاليفورنيا اصغر من الاندكس تبع اليو اس اللي هي التاني. مش عارف، هنا ناخد ماكس اذا كان الاندكس افترض يجيب اليو اس مش كاليفورنيا. او في
مش عارف، خليني اشوف الكود تبعك. تمام، بس خليني اخلص 6 و7 وخليني اجي اشوف الكود تبعك. طيب خلينا نستنى، اوكي خلينا نستنى 6 و7 لما تيجي الكهرباء. ثواني. طيب احنا وصلنا ل 6. 6 شو طالب؟ حكيت في الديسكريبشن في انا عندي كلمات عشان اوصف فيها الايتم تبعي، زي مثلا تروبيكال او فروتي. فالمطلوب انه انشئ السيريز تمام تحتوي على ديسكريبتور كاونت، وبدي اعد كم مره كل من هذه الكلمات ظهرت في الديسكريبشن. تمام، فهذه انا بحتاج ان انا اعمل فيها ماب. طبعا هذا الكلام قبل ما احنا نعمله ممكن اكتب هنا snippet of code ونحكي انه reviews dot description of zero، هذا الديسكريبشن الاول. تمام، فممكن انه انا افحص هنا فروتي ان فروتي ان ديسكريبشن اوف زيرو بيرجع لي ترو او فولس. طيب هذا تروبيكال موجودة تروبيكال، فبالتالي هذا الكلام لو أنا غيرته حطيت تروبيكال بتصير ترو. أنا إيش سويت؟ جبت أول ديسكريبشن، أول صف جبت يعني هاي داتا سيت الكولوم أول سجل فيها، هاي 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 ديسكريبشن تبع الايتم تبعي. تمام، بدي اشوف هل الكلمه هذه موجوده او لا، فممكن استخدم الان اوبريشن ان انا بدي اشوف انه وورد موجوده في سترينج ولا لا، بترجع لي ترو او فولس. فبالتالي فروتي مش موجوده، تروبيكال موجوده، فعشان هيك انا ممكن استخدم هذا الكلام هنا في الماب. في الماب فعليا هي عباره عن فور، انه هو بروح بلف على كل عنصر انا عندي في الداتا سيت. ايش بروح بستخدم؟ بروح بستخدم لامدا. ايش بترجع لي؟ الديسكريبشن، عفوا بترجع لي ترو او فولس. تمام، وايش بدي اسوي؟ بدي الف على كل ديسكريبشن واروح افحص هل التروبيكال موجوده في الديسكريبشن ولا لا. فبالتالي الصم هنا بتروح بترجع لي انه هي ترو او فولس، فهذا الكلام خزنته في الان تروب. الان فروتي نفس الكلام بهذا الشكل بالضبط. نعم، عدد التكرارات بالضبط. فالمطلوب بالضبط السم تبعها هاي هاي. شوف هاي بدي اعمل لك هنا سم، طبعا هذا الكلام لازم يكون في ليست ترو فولس. ترو مفروض يرجع الاثنين. تمام، بهذا الشكل. فبالتالي المطلوب هنا انه زي ما حكى انه انشئ سيريز، انه انا بدي احدد الاندكس تبعها. تمام، وفيها الكاونت لكل واحدة. فبالتالي هنا اوكي ممكن اطبعها هنا. نعم، هذا عبارة عن count. ساعة
9090. نعم، وهذا المطلوب هنا هيو. فبالتالي انه المطلوب انه نعمل سيريز مكونه من 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 تو انديسيز اللي هو تروبيكال وفروتي، والفاليو تبعتهم اللي هو الكاونت هذا والكاونت هذا. صحيح. تمام. لا ليش؟ انت قصدك انه هنا لو كان في عندك تروبيكال وتروبيكال الرقم راح يختلف عندك. فهنا لو سالنا انه how counting how many times of each of these two word appears in the description column in data set. لا بالكاونت بتفرق. بس السؤال الان، هل التروبيكال هذه يعني هنا لو جيت حكيت هنا في الترو تمام، وجيت عملت كاونت، لا تروبيكال، بس هذا الكلام لازم تعمله سبليت بالاول عشان تصير as a list، وبعديها بنعمل count واحد. هي يبدو في الغالب انه خلص انه هذه الكلمة انه tropical ولا fruity مكررة مرة واحدة، فعشان تعمل check ممكن تستخدم هاي وتشوف هل هم فعلا كلهم محايد ولا في بعض السجلات فيهم اثنين. فبنعمل عمود جديد او بنخزن هذا الكلام في variable تمام، انه بدنا نروح نلف على كل description من descriptions ونعمل split للdescription ونعمل count للtropical ونشوفه انه اذا كان وحايد ولا لا. هي يبدو في الغالب انه description standard وانه بتكون في شوفت هو انت لو اجيت للسنس تبعها انه انت بدك تعرف الديسكريبشن، هل هذا الايتم بديش احكي الواين يعني تمام، هل هذا الايتم تروبيكال ولا فروتي تمام، خلص مره واحده بتكفي يعني كسنس انه منطقي الكلام. فبالتالي ممكن انت تفحص اذا كان الكاونت اكبر من واحد، فبالتالي انه لو بدك تستخدم الكاونت تمام. فالماب فعليا انه ايش بتسوي، بتروح بتلف على كل العناصر تبع الديسكريبشن وبتطبق عليها هاي الداله هذه، انه بتفحص هذه بترجع لي تروز او فولس او فولسز، بدي اعمل سم للترو، فبالتالي برجع الكاونت زي ما شفنا هنا بهذا الشكل. طبعا هذا الكلام خزنته في سيريز، يعني انه انا ما ضفتوش انا للبيانات، انا خزنته في variable مستقل اسمه descriptor counts. اخر حاجة شو طالب؟ طيب طالب انه بدي اعمل host للitem reviews على الويب سايت، ولكن الريتنج الرينج تبعه من 80 ل 100 بوينتس. هذا هو بيعتقد انه هو صعب انه هو ينفهم، فعشان هيك بده يعمله تحويل لستارز. طبعا هذا الريتنج يعني مشهور، يعني انت بتيجي بتدخل على الامازون، الامازون انت عند الريتنج تبع البرودكت ستارز، والستاندرد يعني انه 1 ستار لغايه 5 ستارز، 1 ستار بيكون سيء لغاية 5 ستار انه بيكون هو البيست. فبدنا نحول الريتنج الرينج تبعه من 80 ل 100 لايش؟ للستار سيستم تمام؟
للستار ريتينج. فكيف بدي يعطيني التقسيمه؟ بقول لي انه من 95 وفوق بدي اعتبره 3 نجمات، من 85 لغايه 95 بدي اعتبره نجمتين، والباقي بدي اعتبره نجمه واحده. تمام؟ هنا ايش بحكي لي كمان بالاضافه لهذا السيستم؟ بقول لك اي ايتم الكنتري تبعه كندا بدك اوتوماتيكلي انه انت تضيف له 3 بالضبط، ما تطلعش على الريت تبعه. اي حاجه من كندا حط لها 3 ستارز، تمام، ريجاردليس اوف بوينتس. وهذا الكلام بدنا نخزنه في سيريز. فايش افضل حل؟ ما دام انا في عندي لوجيك هنا تقسيمه انه اكثر من 95 3 ستار، من كذا لكذا 2 ستارز، فافضل حاجه انه اللامدا بقدرش اخذ راحتي واكتب فيها هذا اللوجيك اللي هو اف والس والكلام هذا كله. فبالتالي بعمل فانكشن وبروح بطبق ابلاي. فبتصور هيك صار واضح ايش الفرق اكثر بين الماب والابلاي. الماب عاده بتكون فانكشن سيمبل ممكن ان انا استعيد عنها باللامدا، اما الابلاي بكتب فانكشن. شو بتاخذ الفانكشن؟ هذا الرو كامل. فبروح بفحص اذا كان الكونتري تبعته كندا، على طول بعمل ريتيرن لثلاثه وخلاص. فبالتالي هنا في الريتيرن فعليا بتطلعش على الباقي، بتطلعش على الاف ال على الالف، خلاص انه بعمل ريتيرن وبطلع من الفانكشن. بعديها كان فولس، ساعتها بدخل في هذه المنطقه بفحص اذا كان اكبر من 3 من 95 برجع 3، اكبر من 85 برجع 2. هو فعليا انا مش هدخل المنطقه هذه الا اذا كانت هذه فولس. فبالتالي اذا دخلت المنطقه هذه بكون ضامن انه هو اكبر من 85 واقل من 95. نعم، لانه هذه اذا كانت فولس خلص بروح على المنطقة هذه، بكون ضامن انه ايش معنات انه else لهاي، انه ما يكونش اكبر من او تساوي 95، بيكون اقل من ال 95. نعم، غير هيك برجع 1. فبالتالي انه بصير ببساطة انه الستار ريتينجز بتساوي مباشرة اسم الداتا سيت دوت ابلاي. هنا ايش بديله؟ اسم الدالة، وهنا بدي له انه طبق لي هذا الكلام على الكولومز، لانه هي فعليا حتاخذ الرو كامل وحتشوف تطبق هذا الكلام على الكانتري. تمام، بتصور صارت واضحه سهله صح نوعا ما. بالضبط، هو بياخد رو، فبقول هنا رو دوت كونتري بالضبط رو باي رو. فهي بتعمل فور لوب جواتها وبتلف على نعم بالضبط. لو اعطينا ايش؟ بالضبط هذه، بالضبط هذه حيصير في عندك ايرور، حيطلع لك ايرور. نعم تمام. كيف الباندا؟ ذهب جدا، وكما كذلك في تطبيق الاوبريشنز، لو انت بدك تضيف عمود اضافي، لو بدك تحذف عمود، كتير مرنة في التعامل في هاي الاشياء. طيب نيجي للي بعده.
grouping and sorting. هنا في الجروبينج والسورتينج في عندي لينك حطيت لي اياه في البدايه اللي هو عباره عن ريفرنس اكزامبل بالاضافه للشيت. الشيت هيو اللي انا شرحت لكم اياه قبل يعني انه قبل ما ناخذ البريك، نفس الشيت بالضبط تمام. وهذا خلينا نمر عليه بشكل سريع اللي هو الجروبينج والسورتينج ايش العمليات اللي موجوده. هنا عندي الجروب باي، هذه فعليا ايش بتسوي؟ بتروح بتجمع لي السجلات تبعتي حسب البوينتس تمام بهذا الشكل. فبالتالي عدد الايتيمز اللي حصلت 80 بوينت عددها 397، اللي حصلت 81 مش حكينا انه الرينج بيبدا من 81 من 80 عفوا. فبجيب لي كل الهادي وبروح بجمعها وبجيب الكاونت تبعها. اللي جابت 80 في الريتنج عددها 397، 81 692 وهكذا. فبالتالي هاي ريفيوز جروب باي، بكتب اسم العمود تمام وبدي اجيب الكاونت، فبروح بحط اسم العمود كذلك دوت كاونت بهذا الشكل. طيب هجيت لجروب باي، ممكن اجيب من السجلات هذه معلومات تانية. يعني هنا رحت عملت تجميعة للسجلات حسب البوينتس، فهنا جاب لي كل السجلات اللي حصلت 80 في الريتنج. ايش طلبت منه؟ بدي احط البرايس دوت من، انه في كل تجميعه هذه قديش اقل سعر من كل اللي حصلوا 80 في الريتنج، ايش اقل سعر من مجموعه السجلات هذه 5. واضحه هذه؟ هنا برضو جروب باي بس الناتج راح طبق عليه لامدا. ايش جاب؟ التايتل. فبالتالي هذا الواينري وهي التايتل تبعه، هذا الواينري وهي التايتل تبعه وهكذا. هنا نفس الفكرة بس هنا عمل جروب باي باستخدام عمودين وعمل ابلاي. في الابلاي هنا طلب الارج ماكس، الارج ماكس معنى ذلك انه انا بدك تجيب البيست برايس باي كونتري اند بروفانس. بدي اجيب البيست برايس باي كونتري اند بروفانس. هنا استخدم الاجريجيشن فانكشن زي الاجريجيشن فانكشن في الاس كيو ال اللي هو اللين والمن والماكس تمام. فهي الارجنتينا عمل جروب باي كونتري تمام، جاب اللين قديش عدد السجلات بالكونتري فيها ارجنتينا، وهنا الاجريجيشن فانكشن طبقها على البرايس. فهنا المن برايس 4 والماكس 23، نفس الاس كيو ال بالضبط.
هنا رجع ملتيبل اندكس، فبالتالي عمل جروب باي كانتري بروفنس وعمل لي اجريجيشن باللينث. فبالتالي في ارجنتينا حسب البروفنس، لانه البروفنس انا عندي يعني اعتبرها انه هذه عباره عن ملتي اندكس، يعني اندكس فاليو لكل البروفنس، فانا عندي هنا هذه الفاليو وهذه الفاليو، وانا عندي هنا نقط لسه في فاليو ثانيه كثيره، تمام، وجاب لي اللينث لكل واحده فيهم. فهو بيجيب لي هنا بشوف التايب تبعه ام اي عبارة عن ملتي اندكس. طبعا هذا الكلام خزنه في داتا فريم اسمه كانتري ريفيود، وهنا مجرد عمل ريسيت للاندكس فراح رجع فرضهم مرة تانية. فبالتالي هنا راح اداله اندكس 0 ارجنتينا، اندكس 1 ارجنتينا، والبروفيننس والبروفنس تبعته بهذا الشكل. بخصوص السورتينج، هنا بده يعمل سورت حسب اللين، فبالتالي راح رتبهم زي هيك، وهنا حسب الفاليو هذه بهذا الشكل. هنا رتب ترتيب تنازلي من القيمة الأعلى للأدنى، لأنه هنا ascending بتساوي false. هنا رتب حسب الindex، هنا رتب حسب الفاليو، بس حسب الكونتري. في حال تساوي الكونتري بروح بتطلع على العمود الثاني بهذا الشكل اللي هو اللين. فهي تقريبا كل الاشياء اللي حتلزمنا في الجروب والسورت باي. طيب نحلوا مع بعض ولا اديكم فرصة تحلوا؟ هتحلوا؟ هنحلوا مع بعض؟ ايش رأيكم يا جماعة؟ يعني انت خليك فاتح الريفرنس هذا، اسئلة مشابهة بالضبط، يعني هنا انت عندك جروب باي وكاونت، وهنا برضو نفس الاشي، حلو عبارة عن جروب باي اسم العمود وهنا في كاونت، نفس الفكرة بالضبط، بس انت اقرأ السؤال. يعني طيب خلينا نحله مع بعض هيك شوية شوية. ايش طالب؟ بدنا ننشئ سيريز للاندكس تبعها هو عبارة عن تيستر تويتر هاندل من الداتا ست تبعتي، تمام، والفاليوز هي عبارة عن count how many reviews لكل بيرسون، كل شخص هذا كتب. فهي انا عندي الداتا سيت، وعشان تتخيلوا الداتا سيت هاي ريفيوز هيت، انا في عندي كونتري ديسكريبشن ديزيجنيشن بوينتس برايس الى اخره، في عندي هنا النيم او تيستر نيم
تيستر نيم هو الشخص اللي بيتذوق هذا الايتم، تمام. وهي التويتر تبعه، لا هاي التويتر هاندل تبعه، تمام. هلقيت المطلوب انه بدنا نشوف الشخص هذا كم مره عمل تيست، فبالتالي هي عباره عن جروب باي وكاونت. فعشان هيك جروب باي لهذا العمود اللي هو تيستر تويتر هاندل، عنوانه على تويتر، تمام، نعمل له جروب باي، والنتيجه بدنا نعملها كاونت. فبالتالي هنا تيستر تويتر هاندل دوت كاونت، فبتطلع لي النتيجه زي هيك. فبصير انه هذا الشخص 36,000 مره، هذا 5,000، هذا 27، وهكذا. كل واحد لتويتر اي دي تبعه وقديش مره عمل تيست تذوق. طيب هنا بحكي لي انه ايش البيست ايتم اللي انا ممكن اشتريه ل given amount of money، فبالتالي هي عبارة عن تجميعة بالنسبة للبرايس، تمام. فبالتالي بدي انشئ السيريز، الاندكس تبعها عبارة عن البرايس، الايتم برايس، والفاليو هي عبارة عن الماكسيموم نمبر اوف بوينتس اللي حصلها في الريفيو، وبدي اعمل سورت لهي الشغلات حسب البرايس بترتيب تصاعدي. يبقى بدي اعمل جروب باي برايس، وايش بدي اجيب حسب البرايس؟ بدي اجيب اعلى نقطة واعمل سورت للاندكس. فبالتالي عشان نشوف كيف شكلها، ممكن احطها تحت التشيك زي هيك، فبالتالي السعر هذا 86 بوينت، هذا السعر 87، وهكذا. هنا بده المينيموم والماكسيموم برايسز لكل فاريتي. فلما يقول هنا لكل فاريتي، معنى ذلك انه بدي اعمل جروب باي للفاريتي، وهنا بدي اعمل اجريجيشن بالنسبه للبرايس المين والماكس. فهنا جمعناها حسب الفاريتي وجبنا المين والماكس، فبالتالي هذا الفاريتي هي المين برايس وهي الماكس برايس، وهذا من وماكس بهذا الشكل. لاحظ هنا في الاجريجيشن انه لو بدي اجيب شغله واحده ممكن احط برايس دوت ماكس او برايس دوت من، لكن لو بدي اطبق اكثر من شغله فبحط اجريجيشن، وهنا بحط كل دوالي الاجريجيشن اللي انا محتاجها، اللي هي مرت حسب ما مرت علينا المن والماكس واللين اعتقد. كيف؟ تعمل جروب باي لأكثر من عمود وبعديها بتعمل الاجريجيشن لإلها. الثلاثة بتجيب كمان مينيموم تايتل، اللي هو التايتل مش من ضمن الاجريجيشن فانكشن. الاجريجيشن
هاي الماكس والمين. والكليب والابسوليوت فاليو. او انه انا ممكن اكتب اجريجيشن فانكشن يعني انه زي هيك. يعني خليني اوجه لك اياها في اللي انا فاتحه. هذه هنا الاجريجيشن انا بدي اديله لو الفانكشن هذه مش معرفه بلت ان بدي اضطر ان انا اعرف له ديف اسم الفانكشن. فهلقيت اللي معرفه الباندس اجريجيشن فانكشنز مش عارف يعني ايش الاجريجيت. في عندك sum هنا بقول لك في الاجريجيشن كل الدوال اللي انت ممكن تستخدمها في النمبي ممكن ان انت تستخدمها زي sum زي المين زي standard deviation. كل هاي الاشياء قابلة للاستخدام او انه انت تعرف دالة زي دالة الابلاي انه احنا بنعرفها وبنستخدمها في الاجريجيشن. نعم. لا هي بتجري عملية حسابية يعني. يفترض انه يعني زي مثلا السم. نعم. من العمود و مش عارف كيف بدها تزبط في السنتاكس لانه هنا احنا ايش عملنا هنا جروب باي بس الاجريجيشن يعني هنا جروب باي للفاريتي بس هنا طبقته على البرايس. فانت بدك تجيب الماكس مثلا لعمود ثاني اللي هو مثلا البوينتس لنفترض ان هي البوينتس. مش عارف اذا ممكن ولا لا انه في السنتاكس بتزبط كيف ممكن صحيح ممكن وتدمجهم مع بعض ممكن صحيح. ثواني بس انا ارد على جبنا المين والماكس للبرايس شفنا كيف هنا بس غيرنا في الترتيب.
هنا في أربعة، احنا واصلين في أربعة صح؟ هجيت الداتا فريم السابق اللي هو البرايس اكستريمز اللي جبنا فيه انه حسب الفارياتي جبنا المين والماكس، طالب هنا انه برضو انه نعمل له سورت، فبالتالي خزمناه هنا في سورتد فارياتيز. ايش بيساوي برايس اكستريم اللي هو استخدمناه في السلة السابقة، سورت values وحكينا له by min و max، وهنا حكينا له ترتيب ascending بتساوي false، معنى ذلك انه ترتيب تنازلي، رتب لي ترتيب تنازلي حسب المن. هنا بدي احط head، هنا ايش طالب؟ بدنا نعمل سيريز عشان نشوف الفاليوز للافريج ريفيو جيفن اوت باي ا ريفيور. الريفيور اللي هو عباره عن التيستر نيم، وبدي اشوف الافريج ريفيو تبعه، فبالتالي هنا عملنا جروب باي، ومن الجروب باي بدي اشوف البوينتس اجيب المتوسط تبعها، فبالتالي هنا اجاني هذا التيستر الكساندر الافريج تبعه 85.85. هذا شفنا الديسكرايب تبعه زي هيك. هذه السايز بالمناسبة مثل الكاونت، يعني هنا في ملاحظة فوق محطوطة ككومنت انه هنا ممكن نجيب دوت سايز او اكتب برضو نفس الفكرة اجيب الكاونت، فبالتالي الكاونت هنا او السايز هنا بتجيب لي الكاونت، والنتيجة بدي اعملها سورت بترتيب ascending بتساوي false، يعني ترتيب تنازلي من القيمة الأعلى للقيمة الأدنى، وهذا ممكن نشوف الهيد تبعه. بدي اعمل جروب باي تو اتريبيوتس الكولوم والفاريتي، اجيب الكاونت تبعهم واعمل سورت لهذا الاشي. هنا بدي استخدم الكونتري والفاريتي كمالتي اندكس بير، فاحنا لو جينا طلعنا انه هاي اليو اس وهي الفاريتي تبعتها هاي 1 2 3، فبالتالي هذا عبارة عن مالتي اندكس، يبقى هذا الكي مع هذا واليو اس مع هاي واليو اس مع هاي، بكونوا عندي مالتي اندكس. هو طالب هذا الكلام، هيو هنا مالتي اندكس اوف كونتري اند فاريتي، وهنا حكى ديسندنج، يعني ذلك انه هنا الاسندنج بتساوي فولس. تمام، هيك بنكون خلص. بتصور الأسئلة تبعته جروب باي مع اجريجيشن، جروب باي مع اجريجيشن، انه متكررة نوعا ما الأسئلة. تمام، فبالتالي انه بفترض انه صرت فاميليار معاها مع نهاية هذا الاكسرسايز.
ضايلنا هدول الاثنين بكون خلصنا الباندا بعدها بدنا ننتقل ديب ليرنينج. بس بالديب ليرنينج هنا في شرح حشرحه شوي من هنا وفي شرح تاني حشرحه من مصادر تاني عشان نفهم الديب ليرنينج والتنسور فلو والكيراس وكل هاي المكتبات بشكل. فخلينا نخلص اليوم الباندا. نروح مع بعض على هذا الاكسرسايز، خلينا نخلصهم هدول التنين بشكل سريع. نعم الداتا تايبس والميسنج فاليوز هذه اعتقد انه مرت علينا يعني. خلينا نشوف. طيب نشوف الريفرنس. الريفرنس اعتقد انه احنا شفناه في التشيت شيت اللي هو الفيل ان اي والدروب ان اي. بس هنا خلينا نشوف في التايب. التايب انا في عندي دائما متغير اسمه دي تايب، فبالتالي بدي اشوف الداتا تايب تبع هذا العمود، فبالتالي اسم الداتا سيت العمود دي تايب برجع لي انه فلوت. او ممكن الداتا سيت كلها اجيب الدي تايب تبعها فبجيب لي لستة من كل عمود والتايب تبعه. هلقيت البوينت انا عندي ايش التايب تبعها، فلوت 64. ممكن نعمل ترانسفورميشن من تايب لتايب تاني بس بشرط انه يكونوا كومباتبل. يعني لنفترض انه البوينت التايب تبعها انتجر 64 ممكن نحوله لفلوت 64، فبالتالي هنا ريفيوز دوت بوينت از تايب، فبالتالي بيعمل لي ترانسفورميشن لإلها از فلوت. ممكن كذلك السيريز الاندكس تبعها اشوف التايب تبعه. الميسنج فاليو كيف بدنا نشوف الميسنج فاليو؟ تفضل. فبنشوف انه ريفيوز كانتري از نال. از نال معنى ذلك انه هي بترجع لي انه سلسله من التروز والفولس، او عفوا احنا هي حكيت بنعمل فلتره على الكانتريز اللي الفاليو تبعتها از نال، فبالتالي هي بروح بيجيب لي اياهم كلهم زي هيك. فهذه كل الكانتري از ميسنج. نعم كيف نعملها هاندل في الاني؟ فبالتالي هنا هذه نان بتعني نوت نمبر، وممكن تيجي ان اي نوت افيلبل، فبالتالي هذه الكانتريز مش موجوده لانه مش معروفه، فبالتالي يفضل انه انا استبدلها ب unknown بهذا الشكل، فبالتالي بيتم استبدالها ب unknown. ممكن نستبدل فاليو بفاليو معينه ثانيه. لأنه هذا التيستر غير الأكاونت تبعه من كذا لكذا، فبالتالي هنا نعمل replace. هاي اسم الداتا اسم العمود replace الـ old value والـ new value. تمام هاي كل الأشياء اللي احنا نحتاجها في هذا الاكسرسايز. خلينا نبدأ. هاي تحميل الداتا سيت، نفس الداتا سيت. هنا بدي اشوف الداتا تايب تبع البوينتس، فبالتالي هنا انه اسم الداتا سيت ريفيوز دوت بوينتس دوت دي تايب. عشان اشوف ايش هو الدي تايب ممكن احطه هنا تحت للتشيك. هو عباره عن انتجر 64.
طيب طالب مني اعمل سيريز من البوينتس ولكن بدي احولهم لسترينج، والسترينج هنا عبارة عن str native python، فبالتالي التحويل انا عندي هنا as type زي هيك. فهنا هذا حدا محوله لفلوت 64، احنا بدنا نحوله لسترينج، فبده يصير str. وهنا بدنا نشوف الدي تايب تبعه. اعتقد الاو بتعني اوبجكت. اوكي هذه عباره عن او سترينج انه بتعني اوبجكت. طيب هنا بحكي لي انه في بعض الاحيان انه البرايس از نال، كم مره عندي في نال في البرايس، كيف بدنا نجيبه؟ ريفيوز بالضبط، ريفيوز دوت برايس از null dot sum. شوف هذا الرقم نطبعه، عندي 8996. تمام. What is the most common item production region؟ فبالتالي في عندي هنا سيريز بدي اعمل count the number of times اللي فيها ال value region 1 occurs. فبالتالي هنا ال region هذه انه هاي ال count تبعها، وهذه هاي ال count تبعها، وهذه هاي ال count تبعها، فبالتالي هي region 1. فبالتالي هنا reviews dot region underscore 1 dot value count، إذا أنا ما كنتش غلطان. counts هنا كيف؟ خلينا نشوف الشيت. value counts بس انا غلطان. خليني اشوف ايش الغلط. الغلط ايش كاتب لي؟ boolean object is not iterable. اوكي هو بقول انه في بدي اعمل ريبليس للميسنج فاليو بالانون وبعديها بدي اعد.
فهذه هنا بدي اعمل فيل لان هي بالاول، فبالتالي هنا ريفيوز، هنا الفيل ان اي لعمود انا بدي اعملها للداتا سيت ولا اسم الداتا سيت اسم العمود اسم الفيلد فيلد زي هذا بالضبط، بس احنا عاملينه لريجون 2 ريجون 1 عفوا، وبعديها بقدر اعمل الكاونت. لا هيو حسب الشيت value counts، بس كيف الاشي هي ال value count؟ لا لسه يبدو انه ال missing values هنا، انه بدنا نحكي له هنا in place بتساوي فهنا في طب ممكن نعمل print للreviews dot region واحد، region واحد تساوي فيل ان اي في اي ما انا عشان هيك انا بقول لك انه هنا هذه المفروض هذه اذا انا بدي اغير على الداتا سيت المفروض تكون زي هيك بالضبط، فإذا بديش أغير عليها فممكن إنه أعمل زي ما أنت قلت يعني هنا بعد ما تعمل fill an a أعمل value counts، لأنه هذه حترجع data frame في كل هذا العمود معبى فيه بالضبط، وهي value count وهذا. بس لو انا زي ما حكيت لكم لو انا بدي اعدل عليها بدها تصير زي هيك، هذا ممكن نطبعه وهي عشانه طويل هيد بدي صورت كمان descending تنازلي، فبدي يصير هنا dot sort values صح sort اللي راجع بنعمل له sort values بس بالتاب يا جماعة بيكمل sending ASC انا ليش متردد لانه هو بيكملش
طيب بس نتأكد انه هنا بدأ من 1-1. لو بدنا نعمل عكسي، لا انا كنت بدي اشوف انه برتب ترتيب تصاعدي بالاول ولا لا، عشان انه هنا حطيته فولس تنازلي، بدي اتاكد انه شغال بس. تمام هاي نعم، وعدة شغلات اعمل فيل الان ميسنج وعد الكاونت وارتب النتيجه ترتيب تنازلي. تمام اخر اكسرسايز عن renaming combining. طيب في ريفرنس هنا، في ريفرنس للاسينشال بيزك فانكشناليتيز وريفرنس تاني ل الميرج والجوين والكونكاتينيت. الاثنين موجودات في الدوكيومنتيشن تبع الكاجل تبع الباندا. بالمناسبة الباندا في ناس بحكولها باندا وفي تانيين برضو بحكولها بانداز الأس. تمام فالأسهل باندا. كيف؟ لا مش كمسمى، أنا بحكي كنطق إنه الأس سايلنت ولا مش سايلنت. بحكي لك في الكوميونيتي تبعت الداتا ساينس اللي هو انت صرت جزء منهم. تمام ففي ناس بيحكوها هيك وناس بيحكوها هيك، في ناس بيحكوا باندا وفي ناس بيحكوا بانداز. تمام فاحنا بالنسبة لنا بنختار الاسهل في النطق باندا بدون اس الدب. كيف انت الليدر تبع التيم ولا انت التيم ليدر؟ في بالمناسبة في شيبس اسمه باندا. تمام واحنا ان شاء الله باندا احنا حنتعامل مع من ضمن المكتبات اللي حنتعامل معاها اسمها
وين راحت؟ مش موجودة. كيراس تمام، بس للأسف في شي شيبس كيراس. هذا لازم تأخذ كل يوم واحد عشان تصير داتا ساينتست. طيب هاي نقرأ البيانات، وهاي الهيد تبعها. طيب شو طالب هنا؟ بحكي ريجون واحد وريجون اثنين pretty uninformative، كتير انه مش informative، ما بتدلش في شيء لها دلالة. فهدول عبارة عن local columns في الداتا سيت، فبالتالي مطلوب انه انا انشئ كابي من الريفيوز، وهدول الكولومز بدي اعملهم رينيم لريجون ولوكال ريسبكتيفلي. فحلقيت الرينيم اعتقد انه موجودة هنا، رينيم اسمها زي هيك. فبالتالي هنا data frame السينتاكس تبعها data frame rename الكولومز تمام، هذا الاولد نيمز، وهنا حتكون انه كل واحدة هاي الاولد نيم والنيو نيم، اولد نيم والنيو نيم. فبالتالي ممكن ناخذ هاي زي هيك تمام، الاندكس احنا مش حنغير فيه ولا اشي، واحطها زي هيك. فبالتالي هذه بتصير reviews ورينيم للكولوم ريجون واحد، هذا الاولد لنيو ايش طالبه؟ ريجون بس. والشغله الثانيه ريجون 2 بدها تصير لوكيل. في هنا تمام، هذه سهلة جدا. بعديها بدنا نحط index name للداتا سيت wine two wines set index three indexed. هنا بدي اعمل زي ما شفنا هنا انه re-index. زي هيك. فهذه بتصير reviews re-index reviews dot. في عنا هذا العمود مش متأكد إذا كان موجود، فممكن ايش نسوي؟ انه هنا key error، اكيد key error مش موجود.
here. طب ما هو هنا هنا syntax. هجيت هنا بداية الـ re-index هنا filling while re-index takes an optional parameter method وين؟ أو ارجع هاد؟ لا ارجع على الاكسسايز هذا في لينك في البداية فوق هذا rename والindex رينيم اكسس هذا both the row index and the column index can have their own انت جربت هذه ضبطت معك فهذا حيضيفه حيطبقوا للروز فهنا حيضيف انه ماين زيرو واحد اوكي ماشي تمام صحيح بده نعمل ست بدنا نعمل ست لاندكس جديد هايو set the index name in the data set to wines فبالتالي هذه مش بالضبط هذه نعملها ديليت وهذه زي هيك وعشان نشوف كيف شكلها دوت هيت فهنا بظهر انه الواينز 0 1 2 اعمل له اندكس جديد كيف ريست ري اندكس بهذا الترتيب صحيح طيب هنا ايش طالب ثلاثة things on reddit dataset include links to blanket forums subreddits run the cell below تمام هذه انه احنا هو بدنا نقرا سي اس في ثاني عشان بدنا نعملهم جوين فبالتالي بس مجرد ان انا اشغلهم عشان اعملهم جوين فجيت هنا طالب مني ان اعمل داتا فريم هو عباره عن البرودكت mentioned in either subreddits فهذه عباره عن combined بالضبط join فاسم الداتا سيت الاولى gaming products والجوين هنا في عندي كونكات وفي عندي ميرج انا الافضل ايش اسوي عشان انه اشتغل على نور هذه بدنا نشوف كيف شكلها تشوف في شغلات في اعمده كومون بيناتهم والثانيه تشوف كيف شكلها name category amazon long link
total subreddit mentions وهي name category تنتين نفس الشيء فبالتالي الكونكات فهنا الكومباين بيقصد كونكات صح ولا شو رأيكم؟ هنا لو رحنا للمنطقة هذه احنا فهي الكومباين داتا سيتس اما هذه هاي الكونكات هذه reshaping data بدي اتاكد ان هم نفس الاعمده ولا لا كان عندي هنا نيم كاتيجوري امازون لونج لينك توتال منشنز سبريدت منشنز سبريدت وهنا نفس الاشي فبالتالي هذا عباره عن كونكات فممكن نحكي انه هذه زي هيك زائد لا نحكي في equal attribute مش موجودة هذه بنفس الطول اوكي طيب هنا كونكات كونكات pd.concat صح؟ concat اشيل ايش؟ اوكي مديني الاي دي لايش؟ يعني هذا هي 012 هنا 012 كيف بده يصير جوين على الاي دي؟ ايش عملت الاندكس هنا؟ ايش الكلمه اللي قبل الاي دي؟
ميت. لسه في ثلاثة. اعتذارك مش مقبول. طيب يبقى هذه كونكات. كونكات لأنه هنا هذا كلام منطقي. ليش؟ لأنه طلع هنا في الرسمة وين الكونكات؟ هاي هذه بيانات نفس الشكل بالضبط، نفس العدد الاتريبيوتس والهادي، فبالتالي بي دي دوت كونكات، وهنا بدي له الداتا فريم الاول والداتا فريم الثاني. احنا يعني عملت تشيك ان هما الاثنين نفس الاعمده بالضبط، تمام، فبروح بحطهم تحت بعض. طيب السؤال اللي بعده، ايش طالب؟ طالب باور ليفتنج داتا سيتس داتا بيز على الكاجل تحتوي سي اس في فايل باور ليفتنج ميت اند ا سيبريت وان اون باور ليفتنج كومبيتيتورز. اعمل تشغيل لهدول عشان تحمل الداتا سيت، و طبيعة الحال هنا بدنا نشوف كيف شكلهم. هنا هاي الميت اي دي، والثاني كومبيتيتورز في ميت اي دي، هنا نيم سكس اكويبمنت ايج ديفيجن، اما هنا اتريبيوتس مختلفة، ميت باث فيدريشن ديت ميت كونتري اتسترا. طيب المطلوب هنا، هنا بتلاحظ انه حاطط اندكس لوحده مش مستخدم هذا كاندكس، شايف كيف؟ هنا طلع معايا هاي الميت اي دي هو عباره عن اتريبيوت، تمام، وهنا مستخدم اندكس لوحده، وهنا نفس الشيء حاطط عمود اضافي للاندكس لانه يبدو هنا في التحميل مش حاطط هذا كاندكس. طيب both tables include a reference to meet id، باستخدام هذا بدنا نعمل generation للداتا سيت combining the two tables into one. مدام combining أنا بعتمد على الكلام اللي هنا، هذا هنا كومباين، تمام. يبقى هنا combine، يبقى bd.merge df1 df2، وهنا بسمي اسم الاتريبيوت اللي انا حعمل عليه join او merge عفوا. طيب هجيت هنا مش محدد لي انه، خلينا نجرب هنا bd.merge نديله الأول شو اسمه؟ باور ليفتنج ميتس باور كومبيتيتورز، وهنا عندي اتريبيوت اسمه اون، عندي باراميتر اسمه اون، صح؟
اسمه كان ميت في argument هنا محتاج انه هو يحطه عشان هيك هذا نزله تحت هيك احسن. وهنا بدنا نحكي انه بدنا نختار واحدة من هدول يا اما how الهاو بالضبط. خلينا نجرب الانر نشوف بيقبل فيه ولا لا. هاو بتساوي انر مزبوط هيك. ايش بده في الرايت؟ هذا الرايت لازم يكون موجود. كيف؟ هذه انا حطيتهم كليست. اوكي فبالتالي هنا بدون ست اندكس لانه هنا تعال تطلع هنا في عندك هذا العمود مش مستخدمه كاندكس حاطط اندكس اضافي ومش مسميه. وهنا نفس الشيء هاي الميت اي دي معتبره اتريبيوت عادي وهي حاطط له اندكس من عنده فست اندكس منطقي. بس اللي انا بحاول اعمله انه لما بحكي له هنا اون سميت له اسم الاتريبيوت خلص ما يغلبنيش. هجيت incorrect values. طيب نجرب left نجرب right برضو ما فيش فايدة. طيب هجيت هنا هذا set index هنا بين كوتيشن اسم ال وهنا بتصير جوين. كيف؟ في الجوين هذا هذا ماشي. ايش الفاليوز بدي احطهم فيهم؟ لا يا رجل ونفع عدل اليوتيوب. كيف؟ ممكن
طيب خليني أشوف إيش الحل تبعه. هو لما يعملوا في سطر واحد لأنه هذه أنت لازم تعمله في سطر واحد زي قصة الفلانين، يا إما بعمل إنه هذه بتساوي هذه دوت سيت إندكس زي هيك. واضح ليش؟ يعني هذه صار في تغيير ورجعت قيمة بتخزنتش في هذا أصليا، فبالتالي يا إما بسوي إنه هذه بتساوي هذا الكلام أو إنه بعملها في سطر واحد زي ما هو عاملها. فهذا الكلام دوت ست اندكس والناتج تبعه بنعمل له جوين مع الست اندكس تبع الثاني. هيك تمام. طيب الجوين هنا هو بنقدر نعتبره زي الانر جوين، بس مش عارف هو ما كانش ضابط الكود عشان مش عاملين ست للاندكس. ممكن انه احنا لو حرقت انا حجرب ححط سيل، يعني حجرب في البيت ححط سيل اضافية هنا اجرب فيها اعمل انر جوين، بس بعد ما اعمل ست للاندكس واشوف انه بزبط الكلام ولا لا. يعني انت جربت انر طبعت الشيبس الكثير طريقه البدايه حل تبعه 24 في بعد الروز او الثالثه العاديه ممكن تمام. اوكي على اي حال هيك بنكون خلصنا الباندا. والمحاضرة الجاية ان شاء الله الديب ليرنينج ان شاء الله. نعم. لمين؟ تفضل فيش مشكلة. السلايدر؟ بس احط ما صبرتيش اسمها.